آخر خبر معانا النهاردة عن استعداد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتسجيل ظهوره الأول مع فريقه الجديد النصر السعودي في المواجهة الودية أمام فريق باريس سان جيرمان علشان يتقابل وش لوش مع الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم 19 يناير اللي جاي في الرياض. وكان أعلن النادي الفرنسي أن المباراة الودية هتتلعب قدام فريق مشترك من الناديين السعوديين النصر والهلال عشان يرجعونا لأيام مباراة الكلاسيكو كريستيانو وميسي قدام بعض وذكريات الريال وبرشلونة. هتبقى بجد مباراة قوية جدا والكل مستنيها على أحر من الجمر ومش قادرة أتخيل كريستيانو بيلعب في الرياض. لا هو الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم عليها غير ان كريستيانو هيلعب في الرياض وان هو ماتش هيبقى ناري كريستيانو وميسي تاني، في حاجة لازم نشيد بيها وهو تاني وتالت القائمين على الماركتينج او التسويق للمملكة العربية السعودية. خليني اقول لك ان الماتش ده اتباع يعني او تقدم على طلب انه الناس تشتري تذاكر 2 مليون طلب في 24 ساعة. وساعتها طلع المستشار تركي الشيخ واتكلم عن انه ده نجاح مبهر، هو نفسه ما كانش متخيل انه يبقى بالرقم ده. فالحقيقة تحية كبيرة للسعودية على اللي بتعمله الفترة الأخيرة. بالظبط.